مؤشرات الزواج الفاشل وتصحيحها. استمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. من مؤشرات الزواج الفاشل الصحبة السيئة. الصحبة السيئة تضر ولا تنفع، وتفسد ولا تصلح، وتشتت الشمل ولا تجمعه، لذلك حذرنا الإسلام منها وأمرنا بالصحبة الصالحة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني يوم القيامة كل أصحاب كل أصدقاء أعداء لبعضهم بعض. قال: إلا المتقين، يعني الناس أهل الصلاح أهل التقوى، فكتكون الصحبة ديالهم حجة لهم غدا أمام الله عز وجل، ماشي كما أهل الفساد وأهل الفسق. يعني كتكون هذه الصحبة حجة عليهم غدا أمام الله عز وجل، لأن ما استعملوهاش فيما يرضي الله، وإنما استعملوها فيما يغضب الله عز وجل. لذلك أنصح الزوجين معا، أنه يعني كم من زوج كان صالح ومتخلقا وطيبا ويتعامل مع الزوجة ما شاء الله، وعيش الحياة ديالو الزوجية بسعادة، وبسبب الصحبة السيئة يعني كان لا يشرب الخمر فصار يشرب الخمر، وكان لا يدخن فصار يدخن، وكان لا يتعامل بالخيانة الزوجية فصار يتعامل بالخيانة الزوجية، وكان لا يعمل في الحرام فصار يعمل في الحرام، وكان لا يدخل متأخرا بالليل فصار يدخل متأخرا بالليل، وكان لا يربط علاقات شرعية يعني في الهاتف وفي المواقع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني علاقات غير شرعية، فصار يعني كيربط علاقات غير شرعية. يعني شكون اللي دخلوا لهاد المتاهات؟ شكون دخلوا لهاد السوق وهاد العالم؟ ماشي هو بوحده، وإنما بسبب الصحبة السيئة والعياذ بالله. لذلك ما قيل: الصاحب ساحب. ربح الهند، شت الهند كي عنده جاذبية، فكذلك الصاحب كتأثر به الإنسان. نعم. كذلك كم من امرأة، كم من زوجة يعني ما كانش عندها مشكل مع الزوج ديالها، كانت تحترم الزوج ديالها، وكتطيع الزوج ديالها، وكتخرج مستورة ومتحجبة وطائعة لله ورسوله، وما عندهاش هذيك المسألة نتاع الخيانة الزوجية أو العلاقات غير شرعية، هادشي ما عندهاش في الراس بتاتا، لكن بسبب الصحبة السيئة نتاع بعض النساء يعني صبحت يعني ما كتحتاربش الزوج ديالها، ما كتطيعش الزوج ديالها، لأن شحنوها بأفكار ونصحوها بنصائح سامة كتهدم العلاقة الزوجية، وكذلك يعني صبحت دير علاقات يعني غير شرعية في مواقع التواصل الاجتماعي، وربما أنها توصل حتى أنها يعني الخيانة الزوجية. هذا سببه كله كيدخل يعني في الصحبة السيئة. الصحبة السيئة هي سبب المشاكل. وشحال من 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 زوج يعني سبحان الله يعني كانت عنده الزوجة ومتفاهم معها، وحسدوا صاحبه عليها، وبقى كيوسوسلو ويدخل بالقيل والقال، ويدخل الأسرار الزوجية ويعرف عليه كل شيء، حتى دار له المشكل ما بينه وبين الزوجة وطلقها له. منين طلقها؟ تزوجها هذاك صاحب. يعني شوف أمر خطير جدا، وهذا وقع. وشحال كذلك من زوجة عندها صديقات ديالها وحاسدينها، وهاد الصديقات من صديقات السوء ماشي صحبة صالحة، وحسدوها على الزواج ديالها وعلى الخير والنعم اللي كتعيش فيها، ودخلوا بالمشاكل نصائح سامة وشحنوها بأفكار، وداروا لها المشاكل الزوجية مع الزوج ديالها، حتى صدق مطلقها، ومنين طلقها الزوج ديالها هما رجعوا في بلاصتها. لذلك تحذر الزوجة من هذا النوع من الصحبة، ويحذر الزوج كذلك من هذا النوع من الصحبة.
إنسان يصحب لإنسان اللي تزيد تستفد منه، اللي يزيد يعلمك، اللي يكون قدوة ديال الخير. وحتى إلا شاف مشكل ما بينك وبين الزوجة ديالك كيتدخل بالإصلاح، كيتدخل بجمع الشمل، كيتدخل بإصلاح ذات البين. كذلك إلى شي مرة كذلك شوف الزوج والزوجة يعني ماشي مزيانين وعندهم مشاكل، هاد الصحبة الصالحة غادي تدخل كما يقولوا بخيط بيض، وغادي تنصحهم وتقول لهم بدلوا ساعة بساعة، والمشاكل كتوقع ولكن ما توصلكمش حتى أنكم تفارقوا. ما نبغيكمش تشوفوا نشوفكم في هاد الحالة هذه، ما نبغيش نشوفكم توصلتوا للطلاق والناس يضحكوا عليكم والحاسدين ديالكم يعني باغيين يشوفوا عليكم هاد الشيء ويسمعوا عليكم هاد الشيء، وكتبقى تنصحهم حتى كتجمع لهم الشمل. هاد المرأة إلا كانت عندك هاد النوع من النساء يعني صديقات ديالك، تعاملي معها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، شديها بعشر يدين، هذه ماشي غير تمسكي بها بيد واحدة، وإنما ديريها صديقة ديالك صح، يعني تاخذيها صديقة بعشر يدين. والزوج كذلك إذا كان عنده هذا النوع يعني من الأصدقاء اللي كينصحوا وكيقول لك الرأي اللي ماشي كيضحكك، لأن شي مخطر ذاك الرأي اللي كيضحكك راه باغي يضحك عليك، ولكن شي مخطر خاص دير الرأي اللي يبكيك، اللي يقدر يعني يقسع معك الكلام وباغي لك الخير. هذا هو يعني الصاحب اللي غادي تستفد منه إن شاء الله تعالى. إذا أظن أن الرسالة قد وصلت إلى كل زوج وإلى كل زوجة، وما قلنا فيه الكفاية. وأختم وأقول: من كانت له صحبة صالحة فليلزمها، ومن كانت له صحبة سيئة فليتركها بالتي هي أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.